للحديث أكثر عن تطورات المشهد والوضع العسكري في اليمن ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول رئيس مركز ين يمن الأستاذ صالح الجبري. أستاذ صالح، بداية، جبهات مأرب وشبوة تشهد تقدما ملحوظا من الجيش الوطني اليمني. بداية، كيف ترى هذا التحول الكبير في جبهات القتال ضد ميليشيا الحوثي؟ شكرا جزيلا. في الأسبوعين الأخيرين حصل هناك تطور ملحوظ على جبهات مأرب، وحصل هناك تقدمات. يعني بالأمس دائما نسمع دفاع من قبل الجيش اليمني، لكن هذه المرة في تقدم على مواقع ميليشيات الحوثي. وفي شبوة هناك كما أعلنت السلطات اليمنية بأنه سيتم تحرير الثلاث المديريات المتبقية التي سقطت بيد ميليشيات الحوثي، وقد تم تحرير مديرية عسيلان، والآن هم في بيحان وسيبقى معهم المديرية الثالثة. يبدو خلال هذا الأسبوع سيتم تحرير هذه المديريات وتصبح مدينة شبوة محررة بالكامل، يعني وتحت سيطرة القوى الشرعية. ويعني عندما أعطى التحالف أو مد التحالف الجيش اليمني بأسلحة نوعية سمعنا مثل هذه الانتصارات، وكنا نتمنى أن يحدث هذا يعني منذ سنوات حتى يتم تحرير اليمن من الميليشيات الحوثية الإيرانية. طيب، ميليشيا الحوثي اعتمدت تكتيك الأمواج البشرية مع كثافة نيرانية استنزفت الجيش الوطني والمقاومة مستغلة توقف القتال، ما مدى تأثير هذه التكتيكات أو هذه الاستراتيجية المتبعة؟ الميليشيات الحوثي لا يهمها عدد القتلى في جبهات مأرب تحديدا. مأرب صحراء ابتلعت آلاف من ميليشيات الحوثي، وعلى رأسهم الأطفال الصغار الذين هربوا من المدارس ومن بيوتهم. قيادات كبيرة من الصف الأول والثاني ويعني الصف الثالث يعني استنزفت وقتلت في الأشهر الأخيرة، وتحديدا خلال الأربع أسابيع الماضية، وعلى رأسهم السفير الإيراني في اليمن حسن إيرلو. وقبل يومين قتل ما يسمى بمحافظ المهرة وشبوة المعينين من قبل ميليشيات الحوثي، قتل بضربة من قبل طيران التحالف العربي. هناك استنزاف كبير في قيادات الصف الأول والثاني، وكان يظن الحوثي أنه إنما كان يرسل مجموعات كبيرة من المقاتلين والأطفال، وعدة تنسيقات كانت مأرب يعني تحرقهم وتلتهم كل التنسيقات التي كان يستخدمها ميليشيات الحوثي، لأن أبناء مأرب تمثل الجمهورية، أبناء طيب. مأرب تضم 3 مليون يمني، كلهم صمموا على تحرير المأرب. لماذا تلجأ ميليشيا الحوثي إلى تجنيد الأطفال؟ لأنه لا نبقى أمامهم إلا الأطفال. أبناء القبائل استهلكوا، القبائل الآن أصبح يمكن لا يوجد تقريبا، يعني ولست أبالغ قلت لا يوجد بيت في اليمن إلا وفيه إما قتيل أو أسير أو مختطف. يعني ميليشيات الحوثي زجت بكل أبناء القبائل، وأبناء قيادات الميليشيات الحوثية يدرسون في لبنان وفي إيران وفي الجامعات. لجأت بالأخير ميليشيات الحوثي بعد الاستنزاف الكبير، إذا كان حسب تصريح من محافظة واحدة يعني قتل أكثر من ما يقارب أو المحافظتين أكثر من 30,000 قتيل. يعني في ظل هذه المعطيات أستاذ صالح، يعني إلى أي مدى ترى إمكانية حسم الجيش الوطني والمقاومة بالتعاون مع تحالف دعم الشرعية؟ إلى أي مدى يمكنهم حسم المعارك في جبهتي مأرب وشبوة؟ في جبهة شبوة هناك ضوء أخضر من التحالف لتحرير ما تبقى من ويبدو لي خلال هذا الأسبوع سيتم تحرير بقية المديريات بكل سهولة، لأنه حصل سقوط هذه المديريات يعني بخيانات موجودة من قبل مرتزقة للحوثي. الإشكالية في مأرب، هل سيستمر التحالف في دعم الجيش اليمني وقوة العمالقة بعد تحرير ما تبقى من شبوة والتخفيف الضغط على الجيش اليمني المتواجد في مأرب ودخول وتحرير مدينة البيضاء؟ هذا ما سنسمع إجاباته خلال الأيام القادمة، أم أن الدعم سيتوقف بانتهاء تحرير ما تبقى من مديريات مدينة شبوة؟ إذا دعم الجيش اليمني بسلاح نوعي وبالطيران الحسم سيكون قريبا، وسيتم تحرير الجوف ومأرب والبيضاء
وما تبقى من شبوة، ثم الاستعداد للعاصمة صنعاء إذا صدقت النوايا من قبل التحالف العربي وتم دعم الجيش اليمني بالسلاح النوعي، لأن الطيران لا يمكن أن يحسب المعركة، من يحسب المعركة هو الجيش في الميدان. من اسطنبول رئيس مركز ين يمن الأستاذ صالح الجبري، شكرا لك.